في حد قبل كده أساء الظن فيك واكتشف بعد كده إن هو ظلمك؟ أكيد كلنا تعرضنا للموقف دي. كيلي موقف كده أو العكس، أو أنت أسأت الظن بحد واكتشفت بعد كده إن هو كان مظلوم؟ لا يعني موقف كتير بس مفيش حاجة حاضرة في ذهني، بس هو يعني كلنا بنتعرض للموقف دي، وأكيد العكس يعني ممكن إن احنا نبقى سيئين الظن بناس وفي الآخر بنعتقد أو بنشوف بالبراهين إن هم مظلومين. طب لما بتسيء الظن بحد بتتعامل معه إزاي؟ أكيد بعتذر له، يعني لما بسيء الظن بحد وبلاقي إن هو كان مظلوم لازم يبقى عندي الشجاعة إن أنا أعتذر له، زي ما أنا بتمنى إن أنا لو حد سيء الظن بيا إن هو يصارحني، ومش لازم يعتذر بقى، يعني أنا ممكن أنا يعني أقول إن هو ما يعتذرليش لأن أنا ممكن أبقى متقبل اعتذاره حتى ولو بالتصرفات. حد عمل معاك موقف قبل كده وابتدى يتعامل معاك بشكل مش لطيف واكتشفت إن هو سمع مثلا عنك كلام أو موقف على لسانك وما حصلش كده؟ أكيد إحنا في مجتمع شرقي في بعض المساوئ إن إحنا بنسمع كتير وممكن نصدق عن طريق السمع، فأكيد في موقف كتير بتبقى كده. تفتكر العلاج إيه؟ والله العلاج ان احنا نبقى يعني نلتمس العذر، يعني انا ممكن ابقى شايف ان في حد في حياتي مش كويس معايا، ممكن ان انا لازم التمس العذر ان هو ممكن يبقى مثلا الحياه نفسها ضغوط الحياه ممكن يبقى سامع عني حاجه وحشه، لا انا اتعامل معاه بالطريقه اللي تخليه هو يغير وجهه نظره عني، فانا شايف ان كده هو الاحسن ان انا ونواجه ممكن ما ده اكيد نروح نتكلم نقول انا زعلان منك علشان انت عملت كذا كذا كذا. انا بدات كلامي مع حضرتك في المواجهه ان احنا لازم نقول للناس ان انا كنت سيء ظن فيك واكتشفت العكس، ده لازم يبقى فيه شجاعه ان انا اواجه الموقف ده. موضوعنا النهارده عن سوء الظن، حد ظلمك قبل كده وخد عنك فكره مش حلوه؟ كتير فعلا. احكي لنا موقف. لا مش محتاج موقف، يعني ممكن واحد مثلا يكون غيور، يكون ابن كار بيغير منك في حاجه معينه مش كويس يوم قال عليك كلام مش فيك. العيب بقى ان التاني بيصدقه. طب وانت حضرتك بتعامل ازاي مع المواقف دي؟ ولا حاجه، اكبر دماغي، كل واحد يعرف بعد كده الكويس من الوحش، محدش في الناس دي. لكن لو حد عاتبني بيعرف الحقيقه. انا بتكلم في كده، حد قبل كده عاتبك او اتكلم عليك في ظهرك وبعد كده قال لك انا كنت فاهم غلط؟ في كتير قال لي انت قلت كذا، انا اقول له والله ما حصل. حد اساء او انت اسات الظن بحد قبل كده او قلت عليه كلام وبعدين حلوه الصراحه؟ قلت لا مع نفسي بقى، ما اقولش، اقول مع نفسي يعني شكيت مثلا وفي الاخر يطلع ما فيش حاجه خالص. واعتذرت له؟ ما هو ما يعرفش حاجه عشان اعتذر. يعني ما روحتش بقى اتكلمت وقلت للناس ده فلان كذا وفلان كذا؟ لا لا لا، انا عامه يعني في نوعيه مني انا بيبقى كتوم وببقى عارف الصح فين والغلط وبكبر دماغي. حد ظلم قبل كده او واحد فيكم اتظلم قبل كده وسمع عنه كلام من حد تاني وبعدين الحد ده جه اعتذر له وقال له انا يا جماعه والله انا اسف انا غلطت فيك وكنت واخد عنك فكره وحشه والكلام ده؟ اكيد طبعا بتحصل طبعا كتير، ياما بنشوف الدنيا يعني بيحصل اكيد سوء ظن وبيحصل ظلم وربنا بعد كده بيسهل الامور يعني. فاكر موقف معين؟ لا مواقف كتير طبعا في الحياه، طبعا كتير يعني في سفر وفي غربه مثلا في حاجات بره مصر حاجات جوه مصر. طيب حضرتك اسات الظن بحد قبل كده ورحت اعتذرت له؟ لا انا عمري ما اسات الظن في حد الحمد لله. ممكن اساءوا الظن فيا واعتذروا لي وقبلت الاعتذار. يعني حد يعني يتكلم عليك كلام مثلا مش لطيف او قال عليك حاجه مش حلوه وبعد كده اكتشفته وجه اعتذر لك؟ وجه اعتذر لي وقبلت الاعتذار وفهمت وجهات النظر ويعني وضحت الامور. انت احترمت ان هو جالك واعتذر لك؟ طبعا طبعا، هو مجيته على راسي اصلا. تقول له ايه للناس اللي بتسيء الظن وتفضل تطلع اشاعات وتفضل تتكلم على الناس وخلق الله؟ اتقوا الله في نفسكم، اتقوا الله في اهاليكم وفي اصحابكم، وسيبوا كل واحد في حاله، يعني ربنا يعين الناس على اللي هم فيه، فمش ناقصاك بصراحه يعني. كل واحد يمشي كويس بقى، نعيش في تسامح يعني شويه كده وفي خير، والناس تسامح بعض احسن حاجه طبعا. التسامح والنيه الصافيه. كل واحد في اللي مكفيه والله. بالظبط، كل واحد في اللي مكفيه. الناس ماشيه في الشارع وكل واحد شايل همه جوه قلبه وماشي. كلنا في الحياه طبعا عايشين عشان خاطر الواحد يشتغل ويعيش حياته بخير وبسلام وخلاص، مش عايز يأذي حد يأذيه ولا احنا نأذي حد. اوجه رساله للناس كلها وللشعب، كل واحد يخلي في حاله بصراحه، يعني خليك في بيتك وفي اهل بيتك ولا تسيء الظن في غيرك. ما تعرفش غيرك ده ماشي عامل ازاي ولا اصلا ظروفه في بيته كيف ولا
حياته عاملة كيف ولا طالع من ايه وداخل في ايه، الدنيا كلها متاهات، فربنا يعين الناس. ولو حد جه اعتذر يبقى المسامح طبعا، المسامح كريم طبعا، يبقى المسامح كريم. النهارده بنتكلم عن الظلم وسوء الظن. حد اساء الظن فيكي قبل كده وجا اعتذر لك؟ ده كتير، بس ما بيعتذروش في الاخر. يا فاكره موقف مثلا؟ مواقف بقى. طب احكي لنا موقف. يعني حد مثلا يقول عليك كلام مش فيك، يظلمك وانت ما عملتلوش حاجة كده كتير. طيب هل انت اسأت الظن بحد قبل كده وروحت اعتذرتي؟ لو عندك الشجاعة تقولي الحقيقة. يعني بصراحة احكي لي الموقف، ايه اللي حصل يعني؟ يعني افتكرت مثلا مرة ان اختي خدت مني حاجة وظلمتها قوي، وبعدين روحت اعتذرت. اتخانقتي معاها طبعا؟ بصراحة. وبعد كده اكتشفت ان انت ناسيها في مكان. ثقافة الاعتذار وكلمة انا اسف بتطفي نار الغضب. وبحس ان هي شجاعة، يعني مش ما بحسهاش ان هي عيب ولا ان انت تبقى ما بتقللش منك، بالعكس. والانسان السوي هو اللي بيقبل الاعتذار لو الموضوع سهل وبسيط ويعدي. ايوه طبعا صح. صح ولا ايه؟ صح. هتتعدي.